ده السطر رقم 100. هنتنقل بمنطلقتين فوق السلاسل، 1 2، ارتفع سلسلة، وفي فراغ ال5 سلاسل نعمل اول حشو في السطر. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو في الفراغ اللي بعد كده، فراغ ال5 سلاسل اللي بعده، 2 سلسلة. هنتجاهل فراغ ال2 سلسلة اللي بعد كده، وفي فراغ ال2 سلسلة عندنا هنا عمودين، في فراغ ال2 سلسلة اللي بعده هنعمل عمودين، 2 سلسلة عمودين. سلسلة، هاجي فوق البريد اول بريد وهعمل بريدين 2، تزايد بريدين، 1 2، 3 سلاسل، 2 3، فوق البريد التاني هعمل تزايد بريدين، 1 2. سلسلة، في فراغ ال2 سلسلة اللي بعد كده ده العمودين، فراغ ال2 سلسلة اللي بعده هعمل صدفة من عمودين، 2 سلسلة عمودين. سلسلتين، اتجاهل فراغ ال2 سلسلة اللي بعد الصدفة وهعمل حشو فيه اول فراغ 5 سلاسل، 5 سلاسل، حشو في الفراغ اللي بعده 5 سلاسل، 2 3 4 5، حشو في الفراغ اللي بعده 5 سلاسل، 2 3 4 5، حشو في الفراغ اللي بعده. وصلنا لفراغ ال2 سلسلة، هنعمل 2 سلسلة صدفة فوق الصدفة، العمودين 2 سلسلة عمودين دولت صدفة، فهنعمل في فراغ ال2 سلسلة عمودين، 2 سلسلة عمودين. سلسلة، فوق اول بريد هنعمل بريدين 2 تزايد، 1 2، 3 سلاسل، فوق البريد التاني هنعمل تزايد بريدين 2، 1 2. سلسلة، صدفة فوق الصدفة، عمودين 2 سلسلة عمودين، هنعمل في فراغ ال2 سلسلة دولت عمودين، 2 سلسلة عمودين. سلسلتين، بنتجاهل فراغ ال2 سلسلة اللي هنا ونعمل حشو في الفراغ اللي بعده، 5 سلاسل، 2 3 4 5، حشو في فراغ ال5 سلاسل اللي بعد كده. هنكرر نفس الباترون ده لنهاية السطر ونقفل بمنزلقة فوق اول حشو كان في السطر. هنخلص السطر ونرجع مع سطر جديد.